مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه هايدي. الفيلم بيبدأ مع طفلة اسمها هايدي، وبيكون والدها ووالدتها متوفيين وعايشة مع عمتها ديتي، واللي بيجي لها شغل برا القرية ومش مسموح لها تاخد هايدي معاها، فبتضطر عمتها ديتي تودي هايدي لجدها اللي بيكون عايش في مكان منعزل وسط الجبال وبعيد عنهم، وبيبان جدها انه شخص سيء جدا وعنيف وسمعته وحشة بين أهل المكان، وحتى علاقته مع ابنه قبل ما يموت كانت سيئة جدا. لكن بتكون ديتي ما عندهاش حل تاني، وبتوصل هايدي وديتي لبيت الجد اللي بيعاملهم بطريقة وحشة جدا وبيطردهم من بيته، لكنها بتحطه قدام الأمر الواقع وبتسيب هايدي قدام بيت الجد وبتطمنها قبل ما تمشي انه مش هيأذيها، وبعدها بتسيبها. فبيؤمر الجد هايدي انها تروح ورا عمتها، لكن هايدي بترد عليه ان عمتها مش عايزاها، فبيسيب هايدي بره البيت وبيدخل وبيقفل الباب، وبتفضل هايدي تنادي عليه لكنه مش بيرد ومش عارفة هتبات فين، فبتدخل تنام في الحظيرة مع الحيوانات. وتاني يوم بيدخل الجد الحظيرة وبيخلي هايدي تشرب لبن، وبعد كده بياخدها للقسيس اللي في الكنيسة وبيطلب منه يشوف له حد يتبناها لأنه مش عايزها. فالقسيس بيفحص هايدي وبيلاقي إنها بنت جميلة وصحتها كويسة، وبيقول للجد إنه هيدور على حد من المزارعين يتبناها، لكن ده هياخد وقت، وإن من واجبه الديني كجد ليها إنه يراعيها على الأقل لحد ما يلاقي حد يتبناها. فبياخد هايدي وبيرجعوا البيت، وبتسأله لو كانت هتنام في الحظيرة تاني، فبيقول لها تنام مكان ما تحب. بتدخل هايدي البيت وبتلاقي انه مفيش غير سرير وكرسي واحد بس، وبتلاقي سلم فبتطلع عليه وبيبقى الدور العلوي عبارة عن قش وبس. فبتسأل هايدي جدها لو ممكن تنام فيه وبيوافق. وبيجي طفل اسمه بيتر اللي بيكون مسؤول عن رعاية الأغنام، بيقول له الجد ياخد هايدي معاه للجبال ويريحه. وفي أول يوم لهايدي مع بيتر بتكون سعيدة جدا، بتلعب مع الأغنام وبتشوف مشهد الجبال قدامها وبتكون سعيدة جدا. بيستغل بيتر انشغالها وبياكل أكلها كله، ولما بترجع مش بتلاقي أكلها، فبتسأل بيتر واللي بيقول لها إنه ما أكلش حاجة، ممكن تكون معزة اللي أكلته. وفي وسط ما هم بيتكلموا معزتين بيتخانقوا مع بعض، فبيقوم بيتر يضربهم علشان يوقفوا. بتحاول هايدي تمنعه وبتقوله إنه لو ما ضربهمش هتشارك معاه نص أكلها كل يوم، فبيوافق بيتر وبيكون سعيد. وبيعدي الوقت وبيبقوا صحاب، وبيوريها كل يوم حيوانات مختلفة ونباتات غريبة، وبتكون هايدي سعيدة جدا بالحرية اللي هي عايشة فيها. وبيتر كمان بيكون سعيد انه لقى حد يشارك وقته معاه، وبتعترف له هايدي ان جدها هيوديها للكنيسة علشان حد يتبناها. فبيتعصب بيتر جدا وبيكون زعلان انه مش هيلاقي حد تاني يلعب معاه، فبتحاول هايدي تاني انها تقرب من جدها، وبسبب طفولتها وبراءتها بيبان ان الجد كمان بدأ يتعلق بيها. وبتقرر في يوم انها تنام في الحظيرة، وبيسألها الجد لو بيتر قال لها حاجة عنه، بس مش بتجاوبه، فبيقول لها ان الكلام اللي بيتقال عنه ده مش صحيح، وبيسيبها تقرر تصدق اللي بتسمعه او اللي بتشوفه. بتقتنع هايدي بكلامه وبتقرر تبات جوه البيت وبتروح تحضنه، وبتتعلق هايدي بجدها يوم بعد يوم. وبترجع البيت في مرة بتلاقي إن جدها عمل لها كرسي زيادة في البيت، فبتسأله لو الكرسي ده علشانها، بيقول لها إنه مفيش حد غيرها في البيت، فبتعرف إن جدها قرر تفضل معاه وبتفرح جدا وبتحضنه. بتعدي الأيام وبتكون هايدي سعيدة جدا، لكن بيقول لها بيتر إنه مش هيجي المدينة علشان المدرسة، ومش هيعرف يرجع لها تاني غير في الربيع، فبتحزن جدا وبتطلب من جدها انها تروح المدرسة، لكنه بيرفض لسبب بعد المسافة. وبتكون هايدي حزينة جدا ومش عارفة تسلي وقتها ازاي وهي لوحدها، فبيصنع لها جدها عربية تزلج وبيستمتعوا بوقتهم جدا، وبيوديها البيت بيتر وبتكون سعيدة وهي معاه. وبقى جدها يوديها البيت بيتر كل يوم بعجلة التزلج، وبيرجع شايلها على ظهره وهي نايمة. بترجع ديتي للمدينة وبتكون لقت مكان جديد لهايدي، وأول ما بيشوفها الجد بيتعصب عليها جدا وبيخليها تمشي، لكن ديتي فضلت قاعدة مستنية هايدي في مكان بعيد عن البيت علشان الجد. وبترجع هايدي واللي أول ما بتشوف عمتها بتحضنها، وبتقول لها عمتها إنها لقت لها بيت كبير أهله عاوزين طفلة تكون صديقة لبنتهم، لكن هايدي بتقول لها إنها مبسوطة هنا، فبتكذب عليها ديتي وبتقول لها إن جدها مش عايزها وإنه موافق إنها تمشي. وبسبب طفولة هايدي بتصدق عمتها وبتمشي معاها وهي حزينة جدا. بيركبوا القطر وبيتحرك بيهم، وبتودع هايدي المدينة بحزن كبير. وبيرجع بيتر لوحده لبيت الجد بيسأله عن مكان هايدي، لكنه ما بيكونش عارف، فبيعرف إن عمتها جت وأخدتها، وبيفضل يجري في كل المدينة بيدور عليها، وأهل القرية بيبصوا له بغضب وبيتسألوا إزاي هايدي قدرت تعيش معاه كل الفترة دي، بس مش بيهتم لكلامهم وبيمشي وهو عارف إنه اتأخر.
وبيرجع بيته حزين جدا ومفتقد هايدي. بتوصل هايدي وعمتها للقصر اللي هتعيش فيه، واول ما بتشوفها المربيه بتتخض جدا لانها بتكون لابسه لبس ولاد وقصت شعرها زيهم. فبتاخد المربيه ديتي يتكلموا بره وبتقول لها ان هايدي مش مناسبه، فبترد عليها ديتي ان صاحب البيت هو اللي طلب هايدي وبتقول لها انها عايزه تمن الصفقه، وبيبان ان ديتي باعت بنت اخوها مقابل الفلوس. بتودع ديتي هايدي وبتخدعها وبتقول لها انها لو حابه تمشي في اي وقت ممكن تمشي. وبتتعرف هايدي على كلارا اللي بتكون بنت صاحب البيت، واللي جدتها ووالدها كانوا عاوزين بنت تلعب معاها لانها قاعده. وبيجي ميعاد الغداء وبتتجمع هايدي وكلارا والمربيه على السفره، وبتبدا المربيه تقول قواعد القصر لهايدي اللي بتكون كتيره جدا وممله لدرجه ان هايدي بتنام وهي بتسمعها. وبتصحى تاني يوم على ميعاد الفطار وبتكون مش عارفة ازاي تستخدم المعلقة او اي اداة من ادوات السفرة، وبتكون بتشرب من الطبق، فبتتضايق المربية منها جدا وبتحاول كلارا تعلمها ازاي تاكل في هدوء. وبعد ما بيخلصوا فطارهم بيتمشوا شوية في القصر وبيدخلوا غرفة مامتها، وبيكون في الأوضة لوحة لكلارا ومامتها وكلارا واقفة على رجليها. فبتسألها هايدي ازاي، فبتقول لها كلارا انها كانت بتمشي عادي لكن بعد وفاة والدتها جالها مرض خلاها ما تقدرش تمشي بسبب الحزن، وبتقول انها مفتقدة والدتها جدا. فبتحضنها هايدي وبتطبطب عليها. وبيجي تاني يوم وبيكون في مدرس لتعليم هايدي وكلارا، وبيطلب من هايدي تقرأ جملة من الكتاب، لكن هايدي بتكون مش عارفة، ولما بيسألها عن الحروف بتطلع برضو مش عارفاها، وبتقوله ان بيتر صديقها قال لها انه مفيش فايدة من التعليم. فبيتعصب جدا وبيروح للمربية، فبترد عليه المربية بعصبية وبتقوله انه مش قادر حتى يعلم بنت صغيرة الحروف. فبيضطر المدرس انه يبدأ يعلم هايدي علشان توصل لمستوى كلارا. وبتكون هايدي متعودة على الحرية ومش حابة التقيد، وكل ما تروح مكان في القصر بتجري تفتح شباكه عشان تشوف الجبال، لكن الشبابيك بتكون قوية جدا فمش بتعرف تفتحها. وبتطلب من سباستيان رئيس الخدم انه يفتح لها الشباك، وعشان بيحبها جدا لانها بتعامله باحترام بيفتحه لها وبيجيب لها كرسي تقف عليه. لكن هايدي مش بتشوف غير بيوت، فبيقول لها سباستيان انها لازم تقف في مكان عالي علشان تقدر تشوف كل حاجه. بتقرر هايدي وكلارا انهم يخرجوا بره القصر ويروحوا الكنيسه، وفي طريقهم بيعدوا على السوق وبيكونوا مستمتعين جدا. ولما بيوصلوا بتكون هايدي لازم تسيب كلارا عشان هتطلع للمناره وتقدر تشوف الجبال، فبتقول لها كلارا انها هتستناها. وفعلا هايدي بتطلع لكن مش بتلاقي اي جبال، وبتنزل لكلارا وهي حزينه جدا لانها ما قدرتش تشوفها. وفي الوقت ده بتكتشف المربيه اختفاء كلارا وهايدي من القصر، وبيقرر سباستيان يخرج يدور عليهم بره القصر. وفي طريقهم للرجوع بيشوفهم سباستيان وبياخدهم معاه للقصر تاني، وبتكون المربيه متعصبه جدا وبتحمل هايدي المسؤوليه كلها، وبتقرر تحرمها من الاكل وتخليها تقف تبص للحيطه. فبتتاثر هايدي جدا وبتقرر تخلع فستانها وتلبس لبسها القديم وترجع لجدها. وهي بتودع كلارا بتشوفها المربيه وبتسالها انت رايحه فين، فبتقول لها بكل بساطه انها راجعه لجدها. اما المربيه بتقول لها انها مش هتخرج من هنا ابدا. بترد عليها هايدي وبتقول لها ان عمتها قالت لها انها تقدر تمشي في اي وقت، فبتفهمها ان عمتها باعتها واستلمت فلوسها خلاص. بتشوفهم كلارا وبتزعل جدا وبتعيط لانها فاكره ان هايدي مش عايزه تقعد معاها تاني، فبتتاثر هايدي وبتقرر تفضل مع كلارا. لكن كلارا تعبها بيزيد وبتفضل نايمه في السرير من كتر الحزن، فاكره ان محدش بيحبها خصوصا والدها اللي اغلب الوقت مسافر. بتزورها هايدي في غرفتها وبتعتذر لها وبتقول لها كلارا انهم هيقضوا وقت ممتع مع بعض. واخيرا بيرجع والد وجده كلارا واللي بيكونوا طيبين جدا وبيرحبوا بهايدي، لكن المربيه بتشتكي منها وبتقول لهم انها مش مناسبه للحياه معاهم هنا، وخصوصا انها ما بتعرفش تقرا وكانت عايشه مع رعاه البقر. فبتقول لها الجدة ان هي اللي هتقرر بنفسها، وبتروح الجدة لغرفة هايدي وبتقرا لها من رواية عن رعاة البقر لحد ما بتوصل لنصها، فبتطلب منها هايدي تكمل. فبتقول لها الجدة انها لو اتعلمت القراية هتقدر تكملها لوحدها كنوع من انواع التحفيز. وفعلا بتفضل هايدي تتعلم القراية لوقت طويل جدا، وبتصحى من النوم تكمل لحد ما فعلا بتكون اتعلمت، وبتنزل علشان تحضر الدرس مع كلارا وبتكون اتحسنت جدا، وبينبهر بيها المدرس وبيخلي الكل يتفرج عليها ويسقفوا لها. وللأسف كان لازم الجدة ترجع لبيتها وبتودعهم، ولكن قبل ما تمشي بتقول لوالد كلارا ان هايدي حزينة جدا علشان مفتقدة بيتها. بيجي الليل وبيسمعوا صوت الباب وبينزلوا تحت يشوفوا مين، بيكتشفوا ان هايدي بتمشي وهي نايمة، بيستنوا لما ترجع لسريرها وبيصحيها الدكتور وبيسألها كانت بتحلم بإيه، فبتقول له انها كانت بتحلم انها رايحه لجدها،
وبيبلغ الدكتور والد كلارا ان هايدي عندها مرض بسبب بعدها عن اهلها، والاحسن انه يسمح لها ترجع لبيتها تاني، لكن الاب بيرفض علشان كلارا، فبيحذره الدكتور وبيسيبوه بيمشي. فعلا بيقعد يفكر في كلام الدكتور وفي كلام والدته، وفي النهاية بيقرر يسمح لها ترجع لبيتها من تاني. وتاني يوم بيقول والد كلارا لبنته عن مرض هايدي وانه هيخليها ترجع لجدها تاني، فبتتعصب كلارا جدا وبتكسر الحاجة من على السفرة، واول ما بتشوف هايدي بتقول لها ترجع لجدها وما تجيش هنا تاني وبتمشي. وبتكون هايدي مش فاهم سبب غضب كلارا، لكن الاب بينادي عليها وبيسمح لها ترجع تاني لبيتها، وده خبر بيفرح هايدي جدا، لكن بتفتكر كلارا فبتطلع علشان تودعها، وبتفضل هايدي تخبط عليها لكن كلارا ما بتردش، فبتمشي من غير ما تودعها، وبتسافر مع رئيس الخدم اللي بيوصلها لحد قريتها وبيركع، وبيفرحوا اهل القريه جدا برجوعها، وبتكون لابسه لبس جميل جدا، واول ما بتشوف بيتر بتمشي معاه، وهي في الطريق لبيت جدها بتقلع الفستان اللي كان مقيد حريتها، وبتكون حست بالحريه من تاني. راحت لجدها وندهت عليه، وأول ما بيشوفها بيفرح جدا وبيحضنها، وبتكمل هايدي حياتها مع جدها وهي سعيدة جدا، وبتكتب جوابات لكلارا بتطلب منها تزورها، وفي القصر بتقرأ الجدة جوابات هايدي لكلارا، وبتكون كلارا حزينة جدا وتعبانة علشان هايدي مشيت، فبتقرر الجدة تودي كلارا لهايدي، وبتكون هايدي مش مصدقة ان كلارا جات لها فعلا، ولما جدة كلارا بتقعد مع جدة هايدي بتطلب منه يخلي باله منها لأنها هتسيبها معاه كام يوم، وبيكون الجد مسؤول إنه يطلع كلارا وينزلها من الغرفة العلوية. بيقضوا البنات وقت لطيف جدا مع بعض، أما بيتر بيكون متضايق عشان كلارا أخدت صديقته الوحيدة منه، فبيدمر لها الكرسي بتاعها كنوع من أنواع الانتقام. وبيصحوا هايدي والجد وكلارا تاني يوم مش بيلاقوا الكرسي، فبيفهم الجد إن بيتر اللي عمل كده، وبيشيل كلارا لحد الجبل اللي بيرعى بيتر عليه الأغنام، وبيقول له إنه عارف اللي عمله، وبيطلب منه يخلي باله من البنتين. وبتكون كلارا أول مرة تشوف الجبال اللي دايما كانت هايدي بتحكي عنهم، وبتفهم ليه هايدي كانت مفتقدة بيتها والمكان ده. ولما هايدي بتروح تجيب توت لكلارا فجأة بتحس كلارا إن في فراشة على رجلها، وده غريب لأن المفروض إنها فقد الإحساس برجليها، فبتجرب تحرك رجليها وبتحاول تقف وفعلا بتقدر. بتشوفها هايدي من بعيد وبتكون سعيدة جدا، وبتجري عليها هي وبيتر علشان يسندوها، وبيقضوا طول اليوم بيعلموا كلارا المشي. وفي القصر بيكون والد كلارا رجع وبيعرف اللي الجد عملته، فبيتعصب جدا وبيروحوا علشان ياخدوا كلارا، ولما بتنادي عليها بيشوفها واقفة على رجلها ومش بيكون مصدق، بيفضلوا يعيطوا من الفرحة وبيشكروا هايدي على كل حاجة لأنها رجعت الفرحة تاني لقلب كلارا، وكانت سبب انها تخف. وبتمشي كلارا وهي قادرة تعيش حياتها بطبيعية تاني، وبتدخل هايدي المدرسة وبتقرر تبقى كاتبة روايات، واول كتاب بتعمله بيبقى عن قصة حياتها. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.